لمقادير الرز بلبن بنعمله في المناسبات. ابننا نجح في المدرسة في مناسبة حلوة، بنعمل شوية مقلبية رز بلبن نوزع على الجيران والحبايب، وده عادات مصرية وجميلة ولطيفة وصلة رحم وجبران خاطر. تعالوا نعمل شوية رز بلبن ازاي مع بعض، بالقرفة بجوز الهند حسب ما احنا حابين، ولكن الاحتياطات واجبة في انك لما تيجي تعملي حلو اي كان مهلبية بالزيت او رز بلبن، الاواني بتاعتك اللي بتستخدميها سواء سكينة سواء معلقة خشب معلقة بلاستيك ما تكونش انت قلبتي بيها قبل كده بصل ولا تومة، خاصة المعالق الخشبية. لو انت قلبت بصل وتوم قبل كده بيها وشلتيها وغسلتيها برضو ريحة البصل والتوم فيها، تيجي تعملي بعدين بقى عزم حماتك ولا الضيوف والرز بلبن الكارف بصل وتوم بيبقى شكلنا وحش. ادي حاجة بسيطة اهيت ولكن بتحصل في المناسبات، لازم الحاجات دي مهمة. معانا قرفة، معانا فانيليا ونشا وسكر ورز مستوى على النار، ده عايز وقت كبير من السوى. اهو تبص عليه كده، اهو ده، اهو الله، شوف الحلاوة هنا، شوف الجمال. اهو قصة بقى انك انت تطحن الرز، انا ضدها، اللي بيطحن الرز دي يعني حاجة سريعة كده على الماشي، طب ما تحطي نشا وخلاص تعملي مقلبية، ايه المشكلة؟ لا، الرز تسيبيه ياخد وقته في السوى خالص. نعمين يا غالي. زي ما هو. رز بلبن لغاية دلوقتي يا عم الشيف. المدام بتعمل شوية رز بلبن ونحطهم في التلاجة، نيجي نطلع الرز بلبن من التلاجة نلاقي جبس جبس، والله بتلاقيه ماسك نفسه، نيجي نضرب المعلقة عايزين حد يساعدنا. هو ده، خلي بالكم اللي بقوله ده بيحصل. وخاصة للمبتدئين في المطبخ، ممكن تكون عروسة جديدة وشاطرة متعلمة من مامتها، خلي بالك. وتروح البيت بقى ايه واثقة من نفسها، انا مستعد يا حبيبي، تعزم ماما تعزم بابا تعزم صحابك، هطول لك رقبتك. هو ده، مش هقصر لك رقبتك خالص واعمل لك الاكل اللي كنت تحب تاكله من ايد مامتك. هو ده الكلام، رز بلبن دي البداية. شفت، تلاقي حبات الرز مهرية، الكفر بتاعها اللي هي النشويات والكربوهيدرات دابت في الايه في المية. طب ازاي يا مغازي ده ما ياخدش وقت كبير مننا على النار؟ ده كلام مهم جدا. الرز يتغسل مرة اتنين تلاتة، نصف منه المية ونوفر على نفسنا الطريق، ونحطه في حلة على النار ونهد النار عليه ونسيبه يعيش مع نفسه. تقوم حبيت الرز تحل، يعني تحل يعني تفك، ولما تفك هتبدا بقى ايه تدينا النشويات زي اللي انا شغال زي انا قاعد بتكلم وبتسلى. اهو شفت، اهو خلاص خلص الرز بلبن. الخطوة اللي عاملها دي خطوة سهلة جدا، الصعب عدى. شفت، اهو جاهز. نبدأ نحط السكر، معانا السكر، والسكر اختياري. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني حطيت كوباية، عشان كده ممكن اقول كوباية، ممكن نص كوباية ينفع، ربع كوباية ينفع، بدل السكر نحط شربات يكتر شرباتنا، بدل السكر نحط عسل، زي ما انت عايزة. ايه البتنجان؟ هو ده، هو ده. اخبار الزيت ايه؟ قالوا تمام. سامع صوته بيسخن جنبه، حلو حلو. طيب نبدا نحط السكر يا عم الشيف، نحط السكر ونار هاديه، خلي بالك. الله، سكر ايامك يا رب. عايزه طعم الايه بقى؟ طعم فانيليا، حطي فانيليا. اخواننا في الدول العربيه بيحطوا له حبهان، واخد طعم الحبهان بيبقى لطيف وجميل. ممكن تحط حبهان بدل الفانيليا، ما اقولكيش، بس السنه صغيره كده عشان مش مر، وما تحطش الحبهان السليم، حبان البودر الناعم المنخول. دي فانيليا. ممكن تحطي بدل الفانيليا قرفه في قلبيه، مش هتبقى لطيفه. ممكن نحط على الوش، الله، على ريحه الفانيليا بدات تظهر اهي على طول. وانا شغال النشا والحليب الاثنين مع بعض، هندوب النشا في الحليب. واحنا مع بعض كده، ده حليب معانا، حليب مغلي، الله، حلو قوي، تمام زي الفل. ومعانا نشا، هندوبهم مع بعض علشان يديني شوية قوام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي، والله صدقني لغاية دلوقتي شوية الرز بلبن بيبقوا مشكلة في البيت مش ظابطين، بيبقى الراجل جاي مامته يا عيني مفطراه رز بلبن، معشياه رز بلبن وحافظ شكله. خلي بالك، انت تخافي من ايه؟ بجد والله العظيم
تخافي من الحاجات اللي هي المعتاده اليوميه. الراجل بيحب ياكل من مامته يعني رز بلبن تعمله له، فطير مشلتت، فالحاجات الصعبه دي لازم تكون حافظاها ورايحه البيت حافظاها، والا تيجي من اولها كده وتقول ايه اتعلم منك يا حماتي، بس انت كده جبت من الاخر. انما بقى اقعد اضحي واعمل ومن البدايه واحنا جبناها ما عرفتش تعمل اكل ونستعين بافراد الاسره، الكلام ده مرفوض. من رز بلبن، مهلبيه، فطير مشلتت، شويه ملوخيه ناشفين زي دول، حله كرومب، الحاجات اللي هي. انما البكاتا انا عارف هتخش بقلب جامد، مكرونه بروايه صوص عملتها تخينه غير الست الطيبه اللي اكلتها قبل كده ولا شفتها قبل كده. عملت مثلا شويه شركسيه، هتقول لك دي شركسيه يعني ايه شركسيه؟ لا يا تيتا يعني عين جمل طحناها مع التوست مع الحليب، هي الست هتستقبل منك وهتاكل وتقول لك تسلم ايدك، لانها لا شافت الشركسيه ولا المركبيه. خلي بالك اللي انا بقوله ده بيحصل في كل البيوت. الرز بلبن على النار زي الفل تمام، هننزل بالنشا اهو زي الفل اهو كل ده اهو. طب يا شيف مغازي انا اخدت النشا اللي انا عايزاه وبقى عندي شويه كده، احنا تبذير وانت بتقول لنا التبذير؟ لا، حط الباقي في التلاج، تعملي وايت صوص حط من اهو. حلو، قلبنا النشا كويس زي الفل، ناخد كده بالراحه خالص وننزل بالراحه بس خلاص. معلقه النشا مع شويه الحليب هنا بيدوا شخصيه لشويه الرز بلبن. الخبره الطهويه بتقول كده. شفت بدا القوام يشد ازاي؟ زي الفل. ونار هاديه، خلي بالك عشان الرز بلبن ده ما هوش رز ابيض بتعمليه شاط منك هتعالجيه بقى ببصلايه وبطاطسايه والجو اللي احنا عارفينه، خلي بالك ملوش علاج. رز بلبن مهلبيه شاطت منك يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل اللي بتشوفينا وبتسمعينا، ملوش علاج غير انك انت تخلصي منه كده في الهداوه وما تجيبيش خبر خالص عشان ما تبقيش انت ايه عملت الرز بلبن وشاط منها وتبقي انت حديث العائله. رز بلبن شوف القوام وشوف الحلاوه، بص بالله عليك بص طعم الفانيليا طعم السكر. شفت؟ زي ما هتغرفيه زي ما تلاقيه في التلاجة لمدة أسبوع بعون الله. مش هيتأثر، لا هيجمد ولا يكلكع مني خالص. مغرفتك اللي هتغرفي بقى الرز باللبن شفتهاش قبل كده، دي لسه جديدة. ما تجيبيش بتاعة شوربة البط بقى وتغرفي الرز باللبن، تعملي لنا مشكلة في العائلة بقى، خلي بالك. شفت؟ مغرفة أول مرة نشوفها. تغرفي في الكاسات بقى وكتري كاساتك وأطباقك الحلوة. خبطي عجار، صباح الخير يا ام محمد. انا عامله رز بلبن النهارده على طريقه الشيف المغازي، شفته عمله ازاي وماسك نفسه جميل. الطبق ده هيرجع لك فيه بصاره بعون الله، او شويه بتنجان مخلل اللي احنا ما قدرناش نعملهم دلوقتي. حاجه كده نفسك فيها هترجع لك لان نيتك طيبه. خلي بالك. او يرجع مثلا فيه شويه باميه. دي عادات والله العظيم كنت بشوف الكلام ده في البيت عندنا. حد مثلا يجيب لنا حاجه في طبق لازم الحاجه تعمل محشي كرومب. بصارة، ده كانت البصارة دي شاطرة فيها أول حاجة رحمة الله عليها، أحلى بصارة أكلتها من إيد أمي رحمة الله عليها. خلي بالك، هنزين الرز ده بقى يا عم الشيف بشوية قرفة ناعمين. بس أنا عايز القرفة الناعمة بما إن إحنا في أيام الشتاء والقرفة جميلة في الشتاء. حلو أوي، التفاصيل الصغيرة دي بتفرق. حطي جوز الهند خليك أحسن مني. هاتي لوز يا مزاج اللوز. هاتي فستق. حلبي افرميه كده يبقى اخضر وحلو خضر ايامك. هاتي عين جمل. هاتي فول سوداني زي ما انت. انا جبت قرفه وهفضل شيل القرفه، وللامانه رشه قرفه على الرز. يا ويلي ايه ده، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ.